مشاهدي انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريدي يحط الرحال باحد اكبر الاسواق الاسبوعيه واحد خريبكه وبالضبط في الرحبه ديال الحولي. الا بغيتوا تعرفوا الثمن ديال الحولي واش طالع ولا هابط اجيو معنا. اخويا ماشي الغلا بزاف اخويا، لان هذا السوق هذا اخويا كان الاسواق تقريبا كلهم طالعين. هذا من اكبر الاسواق الاسبوعيه لحد ديال الخريبكه. واه خويا حنا راه جينا من الدار البيضاء باش نتقدموا هنا، ولكن اخويا الثمن شويه طالع. دابا انت تقديتي هاد الحوال هذا؟ اه تقديناهم اخويا. شحال خديتيهم اخويا؟ هادو 57 الواحد. 57 الف ريال الواحد؟ اه الواحد. وكاين الثمن، كاين الثمن. انا درنا السوق حتى جينا حنا الصباح بكري تقريبا نقول راه 6 دخلنا للسوق باش ندورو، ما كاينش الثمن كله طالع. بقينا تندورو 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 حتى كتبوا لينا هاد الشخرفان. العافية الزرقاء. اه بزاف الناس مغلية بزاف اخويا. الدرويش الدرويش محن، الدرويش محن شي شوية اخويا. واش الشريف كاين شي غلا شي رخا؟ شوية شوية شوية، ما طالع ما هابط. ما طالع ما ما طالع ما هابط. الثمن ميان. ميان. ولكن الناس كيتشكاو كيقول لك كاين الغلا. لا لا اليوم ما كاين غلا. اليوم ميان 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 اللي عندك. ها واحد قال كاين الغلا. ما كاين غلا. اليوم راه شوية طايحة. طايح الغلب. اه ماشي بحال منين طايح؟ من الكاميو. من السوق من الثمن من الثمن. بكل تواضيع. اه من الثمن من الناس طايحه شويه. كان صحابها من الكاميو. لا من الثمن شويه اليوم ما طالع ما هابط ما قادش. وشنو هو السبب هذا الغلا هذا؟ العلف غالي. العلف غالي. دابا الحولي اش كياكل هذا؟ الحولي كياكل الشعير والنخالة فقط والفاصة. ما كياكلش بيتزا لا 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 خلي البيتزا ديال البشارة واعر لي داكشي. تحياتي. لا اله الا الله. اش بان لك الثمن؟ لقيت الثمن مرتفع. هادشي مبروك انا اخويا، وراه حنا باقي دابا باقي ما شريناش من الفجر. باقي كتقلب باقي ما شريتيش؟ انا كنقلب وباقي ما شريت. آه مولف كناخذ ب 50 60 هاد الغلا اللي شد دابا ما كاينش اخويا. 600000 فرانك 500000 فرانك بزاف. 100000 120000 140000 بزاف. هادشي اللي كيقولوا بزاف. داك الحولي اللي كنا ناخذوه ب 50 60 كاين الدوبل ديالو اخويا، مضوبل على جوج خطرات. وشنو هو السبب؟ سولت شنو هو السبب؟ هاد السبب اخويا قال لك غلا، قال لك كاين العلف كناخذوه غالي. التمن غالي وراه حنا الله يكون في عون لينا وليكم. الله يدير تاويل ديال الخير. والله نطلبوا الله الكريم الله يجعل يصوب لينا لأمة محمد كل شيء. امين. شكرا. الثمن صاروخي مرتفع. وصراحة باش نكونوا واقعيين، باش الناس تفهم بأن هذا العام اللي كيقولوا الفلاح كيقولوا راه عالفين الحولي، الحولي ما معلوش، الحولي عادي بحال اللي كان في شي زريبو صافي، ما كاينش العلف. ثانيا الثمن، ثالثا الغلاء، زعما الدرويش هذا العام راه ما غاديش يعين. دابا دايرين السبب بالعلف هو راه ما كاين لا علف لا والو، باش ما نكذبوش على ريوسنا. والناس في العيد راه غتشوفوا واش الحولي عالف ولا ما عالفش. في العيد غيعرفوا الناس واش معالف الحول ولا ما عارفينش. بارابول على الاعوام اللي السابقه فيها مات كورونا كان العلف، اما دابا راه باش ما يكذبوش على الناس راه ما كاين لا علف لا والو. والو. هذه اللي بالسبه.